هذا العيد المبارك ينبغي أن يعلم أنه عيد إيمان وعيد طاعة لله سبحانه وتعالى وعيد شكر وعيد رجاء رجاء القبول من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا لقي بعضهم بعضا يوم العيد قال أحدهم للآخر تقبل الله منا ومنك، هذه كلمتهم وهي سنة ماضية كما قال ابن بطة في كتابه الإبانة، قال هي سنة ماضية بين المسلمين من زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذا لقي المسلم أخاه يوم العيد أن يقول له تقبل الله منا ومنك، أي تقبل الله صيامك وتقبل الله قيامك وتقبل الله قراءتك للقرآن وأذكارك وصدقاتك وغير ذلك من أعمالك الصالحة. فيوم العيد يوم رجاء قبول للعمل، والعبد الذي يرجو ربه قبول عمله في يوم العيد لا يباشر في يوم العيد أمورا تسخط الله وتغضبه سبحانه وتعالى، لا يباشر يوم العيد أمورا تسخط الله عز وجل وتغضبه. ولهذا ينبغي أن يعلم أن العيد عيد إيمان، ليس عيد فسوق وعيد مجون وعيد فجور وخلاعة وغير ذلك من أعياد أهل الكفر، أعياد أهل الكفر مرتبطة بكفرهم، ولهذا من صورها الفجور والفسوق والضلال والمنكرات العظيمة والخمور وغير ذلك من الأمور الشنائع الكبائر التي تسخط الله سبحانه وتعالى. لكن لا غرابة على أولئك لأنها أعياد كفر، أعياد كفر بالله، لكن أعيادنا أعياد إيمان، أعيادنا أعياد إيمان ومرتبطة بالصيام وبالطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فليس في أعياد المسلمين صور من صور الفسق والفجور والمنكرات، فإذا فعلت من بعض الناس فهذا من رقة دينهم وضعف إيمانهم وعدم فهمهم لحقيقة العيد وما ينبغي أن يكون عليه المسلم. وبعض الناس يأخذ بعض النصوص على غير ما أخذها، دعهم فإن لنا رخصة، فيوسع الأمر فيفعل أمور من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وأشياء محرمة واضحة في شرع الله سبحانه وتعالى يفعلها بعض الناس يوم العيد، يقول العيد رخصة، العيد رخصة، ليس في الحرام، ليس في مباشرة الكبائر وعظائم الذنوب، بل من يباشر كبائر الذنوب في يوم العيد حاله كمن قال الله عنهم ولا تكونوا كالتي نعم نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يأتي في رمضان صيام وعبادة واعتكاف وتقرب إلى الله ثم ينقض ما بنى في رمضان في يوم العيد بارتكاب الكبائر وعظائم الذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يستشعر بهجة العيد وجمال العيد وضياء العيد وأنس العيد والسعادة العظيمة التي في العيد، لكن لا يكون في العيد المنكرات والمخالفات التي تسخط الله سبحانه وتعالى. من ذلك وأنبه عليه لخطورة جدا التبرج والسفور، بعض النساء في يوم العيد تتزين وتتجمل وتتعطر وتذهب في المنتديات العامة التي تختلط فيها بالرجال بكامل زينتها وحللها وعطرها، وهذا يترتب عليه من الفساد والشر في يوم العيد ما لا يعلم خطره إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا تقوى الله عز وجل وأن نصون عيدنا عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، وأن نتلاقى فيه بالسعادة ورحابة الصدور والتآلف والتحاب والتآخي والتواد والدعاء، يدعو بعضنا لبعض ولا سيما بهذه الدعوة العظيمة
المباركة التي هي سنة ماضية من زمن الصحابة رضي الله عنهم، تقبل الله منا ومنكم. فنسأل الله عز وجل لنا أجمعين القبول والتوفيق لرضاه والمعونة على طاعته، وأن يبلغنا أجمعين رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة على حسن طاعة وحسن عمل وحسن تعبد وتقرب لله عز وجل في أمن وإيمان وسلامة وإسلام بمن من الله وفضل سبحانه وتعالى.